الاستعادة على كل متابعي شاشة النادي الأهلي في كل مكان. إليك الميكروفون. حبيبي الله يخليك. النهارده يعني كان يوم سعيد، بدايته تدريب النادي الأهلي. يمكن كان تدريب مختلف النهارده، كان فيه مؤازرة وحب ويعني شيء جميل جدا متعودين عليه من لاعبي النادي الأهلي، من مؤازرة جونيور أجاييه لحظة بلحظة. كان موجود النهارده على دكة البدلاء بيساند مع زمايله، كان موجود، شفت حفاوة ويعني انسجام من اللعيبه، من الهزار، من الضحك، كل اللعيبه بتخرج تطمن عليه، راجع امتى، بتتكلم معاه، شيء جميل بصراحه. كنت سعيد بكل اللي انا شفته النهارده. بدا التدريب بشكل يعني بدات بدايه احمال من لعيب النادي الاهلي، بعد كده دخلوا في الاداء الخططي، بعض اللاعبين خرجوا بدري للجهد مثل هشام محمد وعلي معلول، خرجوا بدري قبل انتهاء التدريب. التدريب كان فيه جمل تكتيكيه كتير، شغل فني على الاقل. احمد بس سؤال واحد بس الاول، هو انت كنت بتتمرن معاهم، انت بتنهج ليه؟ عشان كنت طالع على السلم يا كابتن والله. طب اتفضل يا ابو حميد. كنت طالع على السلم. اتفضل. فبصراحه يعني كنت سعيد لان شفت النهارده، شفت الـ كل تفاصيل التمرين بصراحه بدات بشكل مريح جدا، اللعيبه منسجمه مع بعضها، وجود بعض اللاعبين داخل الجمل الفنيه، خرج بره الملعب عمرو بركات، وكذلك خرج معاه كان موجود جنبه حمودي، ما شاركوش بالتمرين بشكل نهائي، اتمرن بعض اللاعبين على حاجات تخصصيه. ليه ايه السبب؟ يعني حمودي ممكن احنا سمعنا ان عمرو يعني ممكن ما يبقالوش فرصه في الفتره اللي جايه ومش مقيد في القائمه المحليه، لكن حمودي مقيد في القائمه المحليه، ليه ما شاركش؟ لا هو شارك في التمرين بشكل بنسبه 70%، لكن في نهايه التدريب كابتن سيد هو خد راوند مع عمرو بركات في اكتر. ما فيش مشكله، ده شيء تعويضي بقى الناحيه البدنيه ولا حاجه، لكن كمل تمرينه يعني. لا كمل تمرينه. اما بالنسبه لي بعض اللاعبين كان في جمل تخصصيه لبعض اللاعبين، طبعا مش هينفع اذكرهم عشان المنافس، لكن كان في جمل تخصصيه بالظبط لبعض اللاعبين. كان بيركز كالديرون على نقاط هجوميه معينه في بعض اللاعبين، شكل طريقه الاداء، طريقه التسديد، حتى الجمل التكتيكيه من شكل من طريقه اللعب من تحت لفوق. يعني بصراحه شفنا تدريبه مختلفه، تدريبه مقنعه، تدريبه كانت جميله. كان موجود النهارده كابتن خطيب، كان موجود، كان متابع التدريب منذ بدايته، كان بيأزر اللعيبه، يمكن هو ما اتكلمش مع حد لكن هو كان موجود متواجد على الكرسي، كان متابع التدريب. والتدريب بصراحه كان فيه كل شيء قوي دسم من وجهه نظري، وهو اكيد انت لعيب كوره وفاهم، لما تلاقي في حاله من الحب وحاله من التراخي وحاله من الجديه وحاله من التركيز، كل ده جميل، دي اسباب تفوق. طب قول لي احمد فتحي شارك في التمرين الجماعي النهارده؟ خلاص مفيش مشكله. كان موجود النهارده. طيب حسام عاشور كان موجود. طيب وليد سليمان كان موجود وكان بيشارك وكان جوه التدريب بنسبه 100%، حتى قبل التدريب كان بيلعب كده حركاته الجميله بقى بالكوره وبتاع. لا اللعيبه كل الكبار شاركوا بشكل اساسي. علي معلول هو اللي خرج، هو وهشام محمد للاجهاز، خرجوا بدري قبل التدريب، هم اللي خرجوا بدري. لكن الحراس كانوا موجودين النهارده، الشناوي، كذلك شريف اكرامي، كذلك علي لطفي، كل اللعيبه، حتى ناصر ماهر، جزار، اغلب اللعيبه كلهم، كلوبالي، كل اللعيبه كلها كانت موجوده النهارده في التدريب. طيب احمد كوان شكرا جزيلا ليك، مرسلنا من ملعب الاهلي في النادي الاهلي. شفنا ملخص سريع لتدريبه النهارده، واتكلم احمد عن طريقه تعامل اللعيبه مع